وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة سونيا جناحي، سيدة أعمال. السيدة سونيا، أهلا بك في نشرة الأخبار، وكل عام وأنت بخير بمناسبة يوم المرأة العالمي. طبعا مملكة البحرين عملت على نهوض المرأة البحرينية وتقدمها في المجالات كافة. في هذا اليوم يحتفي العالم بيوم المرأة العالمي، هل من كلمة تودينا توجيهها بهذه المناسبة؟ أول شيء مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. بداية طبعا أود أن أهنئ نساء العالم بشكل عام، والمرأة البحرينية بقيادة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى بشكل خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي. ويطيب لي أن أؤكد على الدور البارز الذي تلعبه المرأة على الصعيد العالمي وحضورها وتواجدها في العديد من المراكز القيادية والريادية، بحيث أصبحت جنبا لجنب مع الرجل. نعم سيدة سونيا، تقرير البنك الدولي تحدث عن تقدم مملكة البحرين على مؤشر المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2022 تحديدا، كيف تقرأين نجاح المرأة البحرينية في هذا القطاع؟ والله شوفي، على صعيد مملكة البحرين فتؤكد المؤشرات البنك الدولي للعام 2022 ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويعكس الإرادة السياسية الجادة والصادقة لمشاركة المرأة ودعم وصولها لمواقع صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص وفرصها لبناء المستقبل الواعد الذي ينشده الجميع لهذا الوطن العزيز. فنراها اليوم تشغل مكانة في الاقتصاد والتجارة والمحاكم والطب، كما أن النجاحات المتواصلة التي حققتها المرأة البحرينية نفتخر فيها كلنا. وهنا أود أن أشيد بجميع الجهود المساعي الجليلة لسلطات المملكة البحرين، منها طبعا الحكومة المؤقرة ومجلس التشريعي ومؤسسات قضائية، وكلهم طبعا اشتغلوا مع بعض لإيجاد ذلك التكامل الداعم لحضور المرأة في قلب مسيرة التحديث الوطني. نعم السيدة سونيا جناحي، سيدة أعمال، شكرا جزيلا لك.